زميلاتي زملائي الصحفيين، الحضور الكريم، بالنسبة لي أهم ملاحظة يمكن إبداؤها بالنسبة لهذا الرأي الأممي أنه مشوب بعيب الأمية القانونية. وكنأكد الرأي ديال الزملاء أن الفريق الذي صاغ الرأي الأممي هو فريق لا علم له بالقانون المغربي وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ولا علم له بآليات الأممية والاتفاقيات الدولية. ويمكن التدليل على ذلك بالعديد من الآراء التي وردت في هذا التقرير. وهنا نقول لكم واحد النقطة، علينا جميعا أن نفتخر بمستوى قضاتنا ودفاعنا وصحفينا، لأن صراحة الرأي الأممي قراءته من طرف رجل مختص يوحي بأننا أمام رأي يفتقد لأي أساس قانوني أو منطقي، خاصة فيما يتعلق بالنزاهة الفكرية وفيما يتعلق بالتجرد وفيما يتعلق بالاستقلالية. نعطيكم بعض الأخطاء اللي وقع فيها التقرير. الندوة الصحفية كلها كانت أصناف المغالطات. أنا كما قلت لكم وأكدت لكم، نحن لسنا أمام فريق أممي، نحن أمام فريق أمي معني باحتجاز تأسفي، فريق لم يكلف نفسه عناء حتى للاطلاع على وثائق الملف. كيف لفريق دولي؟ هذا راه حرام وحشومة، راه ولاو هادو مسخرة. واش هذه الأمم المتحدة؟ واش هادو هما الخبراء؟ فريق يبدي رأيه بشأن قضية لم يطلع على وثائقها، لم يأخذ حتى نسخة ملف، لم يطلع على فيديوهات، على محاضر الشرطة القضائية، على متابعة النيابة العامة، على المساطر، الأوامر إدارة المحكمة، إجراءات التحقيق، على الخبرة القضائية، على الحكم الابتدائي. كيعيب على الدولة ما عطتنيش الوثائق، ولكن أنت شنو درتي؟ هاد لا سورس اللي كستنتي عليه، هذا المصدر المجهول اللي استنتي عليه يعطيك الوثائق. انا كنت كنتمنى الفريق الاممي يكون فعلا فريق اممي حقا وواقعا وصدقا، يقول بناء على الحكم الابتدائي، بناء على محاضر الشرطه القضائيه. ولكن هادشي ما كيعرفوش، لان هادو ناس نظريين، ناس ماشي محامين، ماشي قضاة، ماشي خبراء في الميدان. لان العقليه المنازعات هي القاضي والمحامي خصها تكون باش تقار الوثائق، تقراها، تفحصها، تعطي فيها راي، وتكون عارف القانون المغربي، وتكون من المدرسه اللاتينيه. وهاد الناس ما عارفين والو، كيهضروا على شي حاجه ما كايناش، خاطئين في حساب الحراسه النظريه، ما فاهمينش قواعد الاعتقال الاحتياطي، ما فاهمينش قواعد الوضع في الحراسه النظريه. وابسط حاجه والخطير في الامر هو انهم يحيلون في معرفه النص القانوني على راي المصدر المجهول. التشريع راه كاين في المدونات، في الجريده الرسميه، ماشي عند طرف المشتكي. هو صيغه باسلوب تحامل على الضحايا، صيغه للتحامل على القضاء الوطني، صيغه بعقليه غير احترافيه وغير مهنيه، صيغه بعقليه 20، عقليه الاحتيال والتدليس والتزوير. وبالتالي اقل ما يقال عنه انه تقرير امي وليس اممي، تقرير يفتقد لأبسط المعرفة والكفاءة القانونية، تقرير للنسيان، تقرير يدعونا جميعا إلى التأمل، إلى التفكير، إلى قراءة الوثائق الدولية، إلى المطالبة الأمم المتحدة بالتدخل وإلغاء أو عزل هؤلاء الخبراء حتى لا يستمروا في حماقاتهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.